اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ استاذ عبد الحكيم ابو علم، ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ اهلا وسهلا. كله تمام الحمد لله. الحقيقه برضو خلوني اقول لحضراتكم ان هناك كلام كتير جدا منتشر يعني فيما يخص قصه كهرباء، انا يمكن اتكلمت عليها من شويه، و دلوقتي كمان في كلام جديد وتصريحات لبعض مسؤولي اتحاد كرة القدم. طبعا هاخد رأي أساتذتنا في هذا الأمر. هحكي لحضراتكم الموقف من بدايته مرة تانية. واضحة، نقاط واضحة، في نقاط كده تكون أمام حضراتكم. كهربا تم إيقافه من لجنة الانضباط بالفيفا يوم 11 يوليو 2022. نص الخطاب اللي وصل أول مرة أنه موقوف 6 شهور بحد أقصى يوم 11 يناير 2023، ولكن إذا دفع الغرامة ينتهي الإيقاف فورا. طيب موضوع واضح في دي. طيب ماذا لو لم يدفع كهرباء الغرامة حتى يوم 11 يناير 2023؟ الإجابة أنه يحق له المشاركة في المباريات من يوم 12 يناير 2023 إذا لم يصدر أي إجراء جديد من الفيفا، وعلى المتضرر اللجوء للجنة الانضباط في الفيفا. طيب وكيف يتم اللجوء للجنة الانضباط في الفيفا؟ المتضرر في ذلك الوقت هيعمل ايه؟ يوم 12 هيروح يقول لهم ده ما دفعليش الفلوس. طيب لجنة الانضباط هتعمل ايه؟ لجنة الانضباط هتنظر في هذا الموضوع بعد نهاية 3 فترات قيد متتالية. نهاية الفترات دي هيبقى الصيف القادم. يعني ايه؟ بداية هذه الفترات، ال3 فترات دول اللي من بعدهم يحق للجنة الانضباط ان هي تنظر في هذا الموضوع، كان يوم او كان الصيف اللي فات. عدى الصيف اللي فات، احنا دلوقتي في فترة القيد الثانية في الشتاء، هيتبقى فترة القيد الثالثة اللي هي الصيف القادم. اذا من الممكن ان كهربا يلعب يوم 12 او يشارك يوم 12 يناير، وعلى المتضرر اللجوء ل زي ما قلت لحضراتكم للجنة الانضباط. دي قصة كهربا مرة تانية بكل وضوح من غير أي تعقيدات في هذا الأمر. هذه هي قصة محمود كهربا. إذن من المفترض أنه ما لم يصل أي شيء آخر أو أي شيء جديد في هذا الأمر، يبقى كهربا سيشارك مع النادي الأهلي إن شاء الله ابتداء من يوم 12 يناير. دي مصادر خاصة بينا، وأعتقد أن الجواب دلوقتي موجود في كل مكان. استاذ جمال، استاذ عبد الحكيم، اعتقد الموضوع واضح، موضوع كهرباء دلوقتي. انت حضرتك شرحته طبعا بشكل واضح جدا. هي الفكره بس هنا انه كل الاخبار اللي احنا بنقراها طالعه على لسان مصدر مسؤول او مصدر مش عارف خلاص، اصل الجواب نزل. لا ده انا بقول يعني لو يا جماعه لو نقدر نحط الجواب نحطه. اتحاد الكوره نفسه ما يطلعش بشكل برضه، نرجع تاني يعني لازم سامح حسين طلع. ايوه ما هو طلع بشكل شخصي. طلع طلع في تصريحات، طلع بشكل شخصي. احنا النهارده بنتعامل مع هذه الامور على انها امور رسميه، ما هياش وجهات نظر. صحيح، حتى لو هي لو جت على لسان الحاج عامر حسين، لكن يجب على اتحاد الكوره ان هو يرسل هذا بشكل واضح ويعلنه، وكمان يفسره لو عنده تفسير، بدل ما يسيب الناس كل واحد بيجتهد او الناس كلها بتجتهد في تفسير المعنى. صحيح، يعني انا دي وجهه نظري. صحيح، انما غير كده يبقى بلبله وكلام ممكن كل واحد يجتهد ويقول رايه، وهي مساله قانونيه، ما هياش وجهات نظر يعني. فدي وجهه نظري في الموضوع، يعني انه لابد من خروج شيء رسمي من الاتحاد واضح، مش على لسان حد، ده بيان من الاتحاد المصري لكره القدم. طيب اخد رايك برضه يا استاذ عبد الحكيم في هذا الامر. بص انا هتكلم في 3 نقط في الموضوع ده يمكن ما حدش اتكلم فيهم قبل كده. اتفضل. النقطه الاولانيه، اتحاد الكره هيعمل ايه؟ اتحاد الكره بعت النهارده استفسار من الفيفا، من الاتحاد الدولي لكره القدم، بيقول لهم قولوا لنا العقوبه بتاعت كهربا هتخلص امتى بشكل واضح وصريح. طيب هل كهربا عقوبتها هتنتهي 11 يناير فعلا؟ وهل في وقائع مماثله حصلت؟ في وقعه يمكن محدش واخد باله منها كابتن اسلام، وعلى فكره النادي الاهلي كان طرف فيها، وقعه الليفواري سليمان كولوبالي اللي مشي من النادي الاهلي وفسخ عقده من جانب واحد، والاهلي اشتكى للاتحاد الدولي وحصل على حق. صحيح، بس ده بيه عشان ده فيه خلي بالك الغرامه بيتم تقسيطها. لا بس اللاعب لعب مع النجم بدون دفع الغرامه. اوكي، بعد انتهاء الايقاف وبعدين اتوقف، راح الاهلي
ما هو ده اللي بيأكد نفس النظام اللي المفروض يتعمل. راح الأهلي مقدم شكوى تانية وقال لهم اللاعب لعب بدون ما يدفع الفلوس، فاستنى ثلاث فترات قيد، فاستنى وراح واخد حكم عليهم اللي احنا دلوقتي تسدد منهم قسطين. فدي وقعة مماثلة لوقعة كهرباء، ان اللاعب لعب والأهلي رفع قضية تاني، تمام، ودي إجراءات اتحاد دولي، يعني دي وقعة واضحة. طيب في حاجة ثالثة هتحصل قريب جدا، كهرباء هيلجأ للقضاء المدني ضد تزوير توثيق عقده في اتحاد الكورة. تمام، تزوير توثيق عقده. الكلام ده اتقال من فترة. بس هو واخد خطوات في الموضوع ومتكلم مع محامي فعلا، هيمشي في السكة دي بس بعد ما يشوف قصة الغرامة هتبقى ازاي. طيب. وهيمشي في القصة دي. فبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل، ولكن حتى الآن مرة تانية بقول لحضراتكم انه كهربا من المفترض ان هو دي النادي الاهلي على فكره ليس طرفا ده الاهلي بره الموضوع خالص. طبعا الاهلي بره الموضوع تماما، بره الموضوع. احنا بنتكلم كل واحد فينا من مصادره، وكل واحد فينا من اصدقائه يعني اللي بيقدروا يشرحوا. لا، وصفتنا كصحفيين، لكن النادي الاهلي ليس له علاقه. الحاجه الوحيده اللي تربط الاهلي بالموضوع ان اللاعب مخيط في النادي الاهلي، غير كده القضيه دي كلها برمتها الاهلي مش طرف فيها. النادي الاهلي بيحترم القضيه ككل، ويعني مش هيقدر بس كويس حضرتك كابتن اسلام. معلش اتكلمك انك ذكرت الجمله دي، لان في تسويف بيحصل في الموضوع. يقول لك اصل النادي الاهلي قال كده. لا، النادي الاهلي بره الاهلي حتى لما اتعاقد مع اللاعب اتعاقد معاه وقال له، يعني هو فسخ عقده، قال له لا، هات لي ورقه تثبت ان النادي قفل البرتغال فسخ عقدك قبل ما اتعاقد معاك، يعني صح. عشان تاكد ان الاهلي اللاعب فسخ. عن الاهلي بره الموضوع تماما، ودي حته يمكن حضرتك كويس جدا ان اتكلمت فيها عشان تبقى واضحه للناس ان ما يحصلش تسويف ونحط اسم النادي الاهلي في جمله مفيده. مش طرف يعني. لا، النادي الاهلي ليس طرفا. احنا بنتكلم بما اننا يعني اعلاميين وصحفيين، والناس تقدر عندها مصادرها اللي تقدر تشوفها، وكمان الجواب موجود دلوقتي في كل اللي على السوشيال ميديا ومن الصبح تقريبا، يعني موجود في كل المواقع الالكترونيه، منشور ومنشور وبتاع. طيب، فنتمنى ان الموضوع ده ينتهي الحقيقه، لانه كهربا من اللاعبين اللي ممكن يستفيد منهم النادي الاهلي ان شاء الله، او نتمنى ان هو يستفيد منهم النادي الاهلي خلال الفتره القادمه.